السلام عليكم، نشرة أخبار الاقتصاد من الميادين إلى العناوين. في العراق مليارات النفط تفشل في انتشال ملايين الفقراء. التوت الأرضي في غزة يقاوم الحصار ليحرر المزارعين. انخفاض إنتاج القطن في سوريا، أضرار للفلاحين وخسائر للصناعيين. أهلا بكم. يمتلك العراق ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم، وعائداته النفطية تجاوزت 100 مليار دولار، إلا أنه لم يستطع استغلال هذه العائدات في ظل الخلافات السياسية والحديث عن فساد إداري ومالي. العراق البلد الذي يتمتع بموارد نفطية هائلة تجاوزت 100 مليار دولار سنويا، ويمتلك ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم، لم يتمكن برغم ذلك من انتشال 6 ملايين مواطن من الفقر بحسب الإحصائيات الأممية. والأسباب كوارث صنعها أشخاص ونفذها مسلحون وبعض السياسيين ممن يتناحرون لاغتنام الحصة الأكبر عبر بوابة الأمن والفساد. الاقتصاد العراقي تم توجيهه للجهد العسكري حقيقة، فالحكومات السابقة ركزت على الهاجز الأمني للبلد. إيرادات النفط تشكل فرصة ذهبية يمكن أن تستثمر لصالح إعادة بناء البنية التحتية وإعادة إعمار ما دمرته الحروب السابقة. السياسة النفطية التي تتبعها بغداد أسمت بفعالية في إنعاش الاقتصاد العراقي بحسب ما تقول التقارير الدولية. وزير النفط العراقي يعلن ارتفاع معدلات الإنتاج إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا مع بدء الإنتاج الأولي لحقول النفط الجديدة في جنوب العراق ووسطه. النفط العراقي قديما وحديثا ومستقبلا أيضا له دور كبير في تقوية موقع وتعزيز موقف العراق في الجوانب السياسية والاقتصادية، وذلك طبعا يرجع إلى كيفية استخدام هذه الثروة وكيفية انعقاد العقود مع الشركات الكبيرة. وبين هذا كله يرى خبراء الاقتصاد أن أمام العراق فرصة ذهبية لاستغلال إمكاناته المالية ليتحول إلى قوة اقتصادية فعالة في المنطقة والعالم، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز حاجز 100 مليار دولار في أعلى احتياطي في تاريخ البلاد. عصابات منظمة استغلت الفراغ الأمني وأخرى دخلت من باب الفساد المالي. تحديات تواجه العراق بعد 10 سنوات من الاحتلال تتطلب بحسب مراقبين ردم هوة الخلافات السياسية والمضي قدما في بناء اقتصاد قوي شريانه النفط. محمد كريم أربيل، الميادين. دوما مع أخبار النفط، حيث أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم العيب ارتفاع معدلات الإنتاج في بلاده إلى 3,416,000 برميل يوميا. كميات الإنتاج المحققة توزعت على الحقول النفطية للشركات الوطنية، وأبرزها نفط الجنوب بواقع 2.5 مليون برميل ونفط الشمال بواقع 512,000 برميل. وتوقع وزير النفط تحقيق زيادات أخرى في الإنتاج خلال العام المقبل مع بدء الإنتاج الأولي لعدد من الحقول النفطية الجديدة في وسط وجنوبي البلاد. يستقبل الغزاويون موسم التوت الأرضي أو الفراولة الذي يعد من الثمار التصديرية، حيث جرى تصدير 70 طنا إلى أوروبا برغم أنها تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بإغلاق المعابر وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الحصار الإسرائيلي. لم تمل أقدامهم وهم يحصدون ثمار أرضهم ذهبا وإيابا. سفير فلسطين إلى العالم الخارجي يتجهز بلونه الأحمر ليحط رحاله في أوروبا. التوت الأرضي إحدى ثمار غزة التي تصدر إلى الخارج، كغيرها ترتبط بظروف صعبة ومعقدة جعلت المزارع في دائرة الخطر. بنزرعه برضه لمصنف محمد عسبة نصدره على الخارج اللي هو على الدول الأوروبية. هذا كله من حد ما يطلع منها، أنا من حد ما يطلع بيدي في السلة كادي كيك بيطلع لمصنف محمد، لا حد ما يصل السواق الأوروبية على حساب المزارع، والله أعلم يرجع لك ناتج أو ما يرجع لك. ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي مئات العمال، حيث زرع أكثر من 770 دنما هذا العام مقارنة ب 950 للعام الماضي. وكذلك لم يصدر سوى 70 طنا حتى الآن من أصل 400 طن يفترض أن تصل إلى أوروبا لتواجه بعدها منافسة شديدة. المنتج المصري الذي يصل إلى الأسواق الأوروبية بالتكاليف الإنتاج تاعته قليلة جدا،
الأيدي العاملة رخيصة والمية ببلاش بدون حاجة رخيصة بالمرة، إذا ما قارناها بالنسبة للمزارع الذي يدفع مبالغ كبيرة جدا في سبيل الحصول على المية تحت الري. ويرتبط تصدير التوت الأرضي بالمعابر الإسرائيلية التي تغلق الأبواب أمامه في أحيان كثيرة، ما جعل أكثر من 70% من المنتج يذهب للسوق المحلي رغم الجودة التي تنافس في كبرى أسواق العالم. هو السباق مع الوقت يسعى من خلاله المزارعون لتصدير التوت الأرضي أو ما يطلقون عليه الذهب الأحمر في ظل تذبذب فتح المعابر واشتداد الحصار الخانق، وكأنهم يقولون للعالم بأن أكل الغزين للعلقم في كل يوم لن يمنعهم من تصدير أشهى ما تنتجه أرضهم. أحمد شردان من شمال قطاع غزة، الميادين. وعن الصعوبات التي تواجه مزارعي غزة نتحدث إلى المدير العام للتسويق والمعابر في وزارة الزراعة، معنا مباشرة من غزة الأستاذ تحسين السقا. أهلا بك أستاذ تحسين، وأود أن أسألك يعني كيف يمكن للمزارع الغزاوي التأقلم مع الحصار وفي ظل هذه الصعوبات لتصدير المزروعات والمنتجات وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمحصول الفراولة، طبعا احنا في السابق كانت المساحة المزروعة حوالي 2500 دلم من الفراولة، كانت بتعطينا إنتاج 7500 طن، بنصدر منها حوالي 2000 طن إلى الدول الأوروبية. بعد تجديد الحصار على غزة طبعا منعنا لمدة 3 سنوات من التصدير نهائيا، ثم عدنا إلى السوق الأوروبي ولكن بكميات قليلة تعادل حوالي 20% من اللي كنا بنصدره في السابق. الموسم الماضي بسبب الحرب التي شنت على غزة في شهر نوفمبر لم نصدر سوى 200 طن فقط، من المفروض أنه كنا نصدر حوالي 700 طن، وبالتالي تسببت بخسارة للمزارع الفلسطيني ما يقارب من $1 مليون بسبب اللي هو البيع المحصول في قطاع غزة، والمعروف أنه هذه محاصيل تصديرية تزرع بغرض التصدير لأنه سعرها في الداخل بيكون منخفض، بينما هي في الأسواق الأوروبية لها جودة ولا عليها طلب، وبالتالي بيحصل المزارع من خلالها على أسعار جيدة. هذا العام طبعا المساحة كما ذكرتم في التقرير انخفضت من 950 دونم من العام الماضي إلى حوالي 770 هذا العام، بنتأمل أن نصدر 500 طن هذا الموسم. طيب. حتى الآن تم تصدير 120 طن حتى الآن. نعم سيد تحسين، هل برأيك من خطوات يمكن القيام بها محليا للحد من معاناة المزارعين الغزاويين باختصار لو سمحت؟ طبعا احنا بالنسبة لنا اتبعنا سياسة في وزارة الزراعة سميناها سياسة احلال الواردات، وهذه السياسة تقضي بتخفيض المساحات المزروعة من المحاصيل التصديرية، بنعوضها في المساحات أو في المحاصيل التي ليس لدينا بها اكتفاء ذاتي مثل البطيخ والشماو، ونجحنا خلال ال5 سنوات الماضية في الاكتفاء الذاتي من محاصيل عدة منها البطيخ والشمام والجزر والعنب، وبالتالي حتى نقلل من الخسائر التي تنتج نتيجة إغلاق المعابر وبحجج أمنية وحجج أخرى من الطرف الإسرائيلي. نعم المدير العام للتسويق والمعابر في وزارة الزراعة في غزة الأستاذ تحسين السقا، كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك. إلى أخبار سوريا، محصول سوريا من القطن ينخفض على نحو كبير من 700 ألف طن سنويا إلى أقل من 40 ألف طن حجم الانخفاض. أيمن فاضل والتفاصيل. مئات الأطنان من القطن السوري لن تدخل سوق الإنتاج هذا العام لأنها لم تزرع أساسا. المحاصيل التي كانت تمثل دخلا رئيسيا للفلاحين ومصدرا للنسيج الممتاز المنخفض الأكلاف تتراجع على نحو ساحق. بالمتوسط إنتاج سوريا من القطن هو بين 600 إلى 700 ألف طن. بموسم 2013 المسلم لمراكز الاستلام اللي هي المحالج هو حوالي 30 ألف طن بنهاية شهر 11 2013. هلا عادة هاي الكمية المسلمة بمثل هذا الوقت بتكون 400 ألف طن. وزير الزراعة السوري أحمد القادري يؤكد تراجع حجم المساحات المزروعة بالقطن ما قلص حجم المحاصيل. محصول القطن خلال هذا العام كانت نسبة التنفيذ منخفضة نسبيا بسبب عدم تمكن قسم من الفلاحين
متابعة زراعة هذا المحصول، لأن هذا المحصول يحتاج إلى عمليات خدمة وسقاية متكررة والتواجد بالحقل، إضافة إلى صعوبة نقل بعض مستلزمات الإنتاج كالمحروقات والأسمدة إلى مناطق الثقل الزراعي وخاصة المنطقة الشرقية. وقد بلغت نسبة المساحة المنفذة لهذا العام 65 ألف هكتار، وطبعا هذه النسبة تشكل حوالي 35% من المساحة المخططة. إلى جانب الأحداث الأمنية التي تعيق وصول الأقطان إلى 17 محلجا موجودا في سوريا أغلبها يقع في مناطق النزاع العسكري، ترجع مسؤولة الصفحة الاقتصادية في مجلة قصيون عشتار محمود سبب تراجع إنتاج القطن إلى تغير شكل الدعم. بموسم 2013 رفعت الحكومة سعر الشراء لكيلوغرام القطن، رفعت السعر لحدود 100 ليرة سورية. هلأ هذا الشيء بيرفع المردود، مردود الكيلوغرام لحدود 20 ليرة سورية، بس بالمقابل عمليا آلية الدعم الحكومي وكميات الدعم الحكومية للقطن تلاشت تقريبا، سواء للسماد للبزار أو للمازوت. تراجع حجم الإنتاج الزراعي خفض كمية الأقطان التي سيجري تسليمها إلى شركات الغزل والنسيج، أما بذور القطن التي كانت تؤمن جزءا أساسيا من الزيوت النباتية فقد تراجعت كميتها، وإنتاج هذا العام لا يتعدى 15 ألف طن من الزيوت، نتيجتان سلبيتان يشترك المزارع والصناعي في تكبد فاتورتهما. هذا كله ما لدينا في الاقتصادية المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة. الميادين.net للمزيد، إلى اللقاء.